نتمنى لكم الشفاء العاجل والدائم ان شاء الله باذن الله تعالى. كل الناس توقع في مرض وانتم سبحان الله يعني وقعتوا في هذا المرض، نامل انه يكون هناك علاجات في اقسامنا، علاجات لقدام بتكون كويسه وايجابيه. احنا جزء منكم وهذا الجزء هم ابنائكم واخوتكم من هاي المؤسسات ومحركه فتح ومن لجان العمل ومتطوعين في الشبيبه. جينا عشان نقول لكم الحمد لله على السلامه ونوقف معكم وقفه صغيره وتضامنيه. نتمنى لكم باسمنا كلنا الشفاء العاجل، واحنا جنود معكم في الخدمه الانسانيه والطبيه ان شاء الله دائما. راح نوزع عليكم بعض الهدايا الصغيره، نتامل انكم تتقبلوها منا. راح نوزع عليكم شنط خاصه تحطوا فيها ادويتكم، هذه الشنطه بتضلها معك باستمرار وين ما بتطلع، الادويه الخاصه انت بتحطها او احتياجاتك الشخصيه وشويه مشروبات هيك، بنامل انها تلاقي اعجابكم. وباسمكم جميعا كمان نشكر كل المتطوعين اللي اجوا اليوم وزاروا المستشفى وزاروكم، والحمد لله على سلامتكم دائما ان شاء الله. احنا اليوم نشكر لجان العمل الاجتماعي والسيد اسلام ابو شمعه اللي ساعدونا بفكره، ولجنه الشبيبه للعمل الاجتماعي اللي ساعدونا بفكره تامين اكياس لحمل الدواء لمرضى غسيل الكلى في مستشفى طول كرم. يتم شراء طبعا اكياس خاصه من سلفه المستشفى لهؤلاء المرضى، وهذا طبعا مرهق لهم، فكنا بدنا تطبيقا للممارسه الصيدلانيه الجيده اكياس مرتبه يحملوها بكل كرامه ويحطوا فيها الادويه وتكون الادويه برضه محفوظه بالطريقه الصحيحه. طبعا السيد اسلام ابو شمعه لبى نداء، كان في اقتراح انهم يتم توزيع ورود. هؤلاء المرضى مش بحاجه لورود، بحاجه لشيء يستفيدوا منه للابد. هذه تعتبر صدقه جاريه وإشي كثير رائع لمرضانا في مستشفى طول كرم. نشكركم جميعا، وفعلا طاقم لجان لجنه الشبيبه للعمل الاجتماعي طاقم مميز، وبصراحه صورتكم كثير رائعه اليوم بالمستشفى لصالح اهل طول كرم. نشكر اخواننا اللي اجوا بيطلعوا علينا وشافوا وضعنا اللي في مرض الفشل الكلوي في وحده غسيل الكلى في مدينه طول كرم في مستشفى ثابت الدكتور ثابت الله يرحمه. وبنشكر اللجان العمل الاجتماعي اللي اجت زارت مرضانا واللي قدمته، احنا مشكورين لهم.